بعدين شنو هاي الفكره الجديده انه انت اليوم تروح تجيب من التيك توك لو تجيب مطرب بدون ذكر اسماء مطرب فاشينيستا يعني انا كمنتج اليوم راح اجيب يروح يجيبون مطرب ويجيبون ما ادري شنو حتى انا اللي سمعته يعني للامانه انه اليوم يجيب مطرب وما ادري شنو ليش حتى قبل لا ينعرض العمل المطرب عنده 3 أو 4 مليون يروج للعمل ويسوي له هيك وذلك الاعمال ده تنشاف في اليوتيوب قام يدورون مشاهدات انا مره من المرات يعني يمكن هاي اذا احكي نكته تصير بس هي حقيقه قالوا لي انت قاعد بس ما يا بعيد وما ادري شنو قلت لهم عمي عندي فيسبوك انستغرام سناب ورقم تليفوني ومشتغل ليش ما يخابروني عندك عمل تعال ما ادري شنو مره قالوا لي يا بسوي دايت لازم تنزل وزن سويت دايت وتمرنت بالقاعه وهم دزوا علي والله العظيم لا رحت للكراده قالوا لي التقي بالكراده استاذ رحت للكراده طبق السيارتي نزلت شربت قهوه طلعت لقيت وصل ب 50,000 من المرور 53,000 وما حدث علي ولا عمل قهوه ب 3000 قهوه ب 3000 والمرور قاصر يوصل ب 50,000 هاي 53 ورجعت زين انتم يعني احنا الفنانين الموجودين ليش ما حد يدز علينا يعني مو يقولون طاقات شبابيه ولازم ندز على فلان وندز ده يجيبوا ناس جدد احمد الموديل الجديد انه انت تشتغل بفلان قناه وباستمرار تشتغل وياها بس تشتغل ويا قناه اخرى يقفلون عليك ايه بعد هاي يشيلوك من بالهم اي والله حقيقه هاي ما تعرفوها انتم